مرحبا مجددا مشاهدي الكرام. اليوم في ايضا موضوع كان في تويتر كان ردود افعال وكان تفاعل كثير مع المغردين. هو موضوع يمكن المره الاولى يحدث في تويتر، خصوصا ان الشخص اللي ثار حول الجدل هو شخص اصلا مثير للجدل، يعني في كل حالاته كان مثيرا للجدل، وكان دائما يسبب مشاكل، وكانت آراءه محل اختلاف دائما، وهو المغرد محمد العجمي أبو عسم. بس وليد لو تطلع لي بس الحساب، صورة حساب أبو عسم اللي أغلقه أبو عسم. لاحظوا شوفوا الآن الدش على حساب محمد العجمي لا يوجد مستخدم بهذا الاسم، يعني محمد أبو عسم اللي كان متابعينه أعتقد بالأربعينات 40,000 وما إلى ذلك، قرر أنه يغلق حسابه وقرر أنه يعتزل تويتر بعد أن تلفظ بعض المغردين على والدته اللي نقولها حشومة وقدرش على العين وعلى الرأس. وهذه للأمانة من مساوئ تويتر ومن المشاكل ومن القضايا المقززة اللي تمر علينا بتويتر أحيانا. محمد أبو عسم أو محمد العجمي لم يكن غائبا، يعني هذه لا يوجد للمستخدم، هذا حساب أبو عسم. أبو عسم في مظاهرات البدون والدفاع عن حقوقهم كان متواجد. أبو عسم في المسيرات الداعمة للإصلاح السياسي كان متواجدا. أبو عسم سخر حسابه للدفاع عن من يستحق، كان ناقدا بحدود، يعني مسلم البراك اليوم هذه تغريدات مسلم يدعو فيها محمد العجمي أبو عسم إلى العودة، ويقول محمد العجمي أبو عسم قام تويترية شامخة شق طريق نضاله بسلاح الكلمة ومدح وانتقد بقناعاته، ومن حق المحارب أن يستريح قليلا ولكن ليس من حقه أن يرمي سلاحه. أبو عسم لا تأخذ الرجال الكلمة، فعد إلى موقعك كما عهدناك. ليس مسلم البراك من ناشد أبو عسم فقط، كثير من المغردين ناشدوا أبو عسم أن يعدل عن هذا القرار. معانا المغرد بدر فرحان، مغرد بدر فرحان صديق خاص لأبو عسم. أنا شخصيا حاولت الاتصال في أبو عسم منذ البارحة، كان جهازه مغلق، اتصلت عليه اليوم دزيت له مسج ما رد، يعني كنت أباخذ على قولتهم من راسه، ولكن بما أن بدر فرحان صديق مقرب لمحمد أبو عسم راح ندردش معه شوي في موضوع اعتزال أبو عسم لتويتر وإغلاق حسابه. بدر صباح الخير، تسمعني؟ صباح الخير أبو محمد عليك وعلى الأخوة المشاهدين. بدر، متى آخر مرة التقيت أبو عسم أو حادثته هاتفيا على الأقل؟ والله أعتقد قبل يمكن يومين، أنا كنت مريض شوي وغير هذا عندي بالسلامة، يعني مرض مزدوج عندي وعند أخوي. مزدوج؟ ترى نقشعر من هذه الكلمة بدر، كلمة مزدوج شوي صار عندنا حساسية احنا منها، بس عاد هذا واقع شو نسوي. يعني كلمته قبل يومين اعتقد، انا ما شفت صراحة شنو اللي صاير وياه ومبتعد يعني عن المشغول شوي، بس اعتقد انه تعرض لإساءة والدة ابو عسم اللي لها كل التقدير واحترام بحكم يعني نعم. ولدت عنده ردة فعل، وعادة صراحة الشاب هذا يعني يتحمل، انا اسميه عادة صاحب الاحمال، صبره صبر جمله، مهما كان عنده خلاف فكري وعنده اعداء بالخلاف الفكري واجد، ها نادرا ما تلقاه يعني يكون عنده ردة فعل من خلال معرفتك. الإساءة نعم. هذه عاد كانت غائرة شوي، فظهر صار عنده ردة فعل، واعتقد انه ان شاء الله بيستجيب للنداءات. انت من خلال معرفتك فيه بدر تتوقع ان يعدل عن هذا القرار؟ والله شهادة الله، صاحب يعني صاحب
مبدأ في الأمور هذه، إذا تمسك بشيء يعني هذا كده لمسته فيه حتى من خلال الآراء وكذي، مو بسهولة إنه يتزعزع شاب يعني رغم إنه صغير بالسن، إلا إنه ثابت يعني أحيانا تلقى جامد جمود مطلق إذا ثبت على شيء يعني على رأي خصة نعم. على رأي أو شيء يعني عنيد عنيد يعني بدر؟ لا هو ما هو عناد، ما هو عناد مثل ما تقول، كثر ما هو يعني قاتل بشراسة عن رأيه إذا كان مقتنع فيه أو قرار اتخذه مو بسهولة يتراجع عنه إذا أخذه عن قناعة، لكن أعتقد أنه صارت عنده ردة فعل من اللي تعرض له نعم. من نساء الوالدة وشيء. بدر ظاهرة السب والقذف والتعرض للأعراض في تويتر، هل تعتقد أنها يعني وضع منفر من تويتر ربما يعني يجعل الكثيرين أن يقدموا على ما أقدم عليه أبو عسم؟ طبيعي، خصوصا نفس ما قلت لك يعني إذا شخص نفس محمد تأثر من هالهجمة هذه أكيد لا شك أن الناس الثانيين اللي يكونون أقل منه يعني تحمل أو أقل خبرة في هالمجال هذا أكيد بيولد عندهم ردة فعل. محمد اليوم في شيء يعني خلنا نتكلم عنه، اليوم المجتمع الكويتي يعني قمت تلاحظ فيه اللي يدقق فيه أو يعني يتلمس بعض طبيعة هذا المجتمع، أصبح يتبنى بعض القيم والمعايير الأخلاقية اللي فارغة من محتواها صارت معي. فلما تسمع مثلا الشرف الخصومة البعض قد يتبناها أو يعني يعلنها على لسانه ولكن ما يتبناها ما يترجمها بفعالة نعم. هذه نعم. فصارت كل بعض الأخلاق والقيم المصطلحات هذه فارغة من محتواها ولا لها قيمة، وصارت ثقافة الشتم والتخوين يعني كانت البداية نهج حكومي صراحة نعم. في أحد يتحمل الثقافة هذه من اللي زرعها واللي بثها في النفوس المجتمع، كانت في البداية يعني مساعي حكومية هذه نعم. التشكيك والتخوين ايه بدر بمجرد انك تختلف مع شخص برأي تلقاه يخوض في عرضك ويخوض في نعم. يعني في وحل قذر يعني دخيله صراحه على مجتمعنا كعرب اساسا نعم قبل ان نكون مسلمين. بدر باختصار شديد، هل تعتقد ان المغرد اللي شجاع في آرائه اللي هم الاكثر عرضه لمثل هذه الامور؟ يعني لما يكون المغرد شجاع ويعبر عن آرائه بدون يعني حسبا والله فلان أخاف منه أو فلان والله أخاف من ردة فعل شبيحته أو كذا، تعتقد أن مثل النوعية هذه من المغردين كأبو عسم عرضة لمثل هذه الأمور أكثر من غيرهم؟ هو أمر طبيعي يعني دائما اللي يعرض نفسه للمجتمع راح يكون هو الأكثر يتحمل القدر الأكبر من الهجوم وهذه تباين ما بين شخصين، شخص عنده أخلاق يعني يستتر وراء حساب مثلا وهمي، انا صراحه ما شفت ابو عسم شنو قال عنه، انا مبتعد والله ابو محمد نعم نعم، بس اللي سمعته يعني انه تعرض للاساءه وكذي نعم. عاد اذا في رساله بنوصلها لابو عسم تفضل. في قصه يقول احد رؤساء امريكي صراحه ما يحضر جاء طلب وزير عنده فيسال عن اعمال وزارته عن مدى رضاه عن العمل الوزاري، قال له والله كل شغلي زين الا اني اعاني من الصحافة هجوم مستمر من الصحافة، قال له بس هذه مشكلتك؟ قال له بس ما عندي أي غير أعمالك أعمال وزارة ما عندي مشكلة ولكن عندي مشكلة بالصحافة بالهجوم الصحفي المستمر علي. فقال له كلمة يعني تقدر تأخذها قاعدة مثل ما تقولي لمن يخوض بهالمجال هذا المفروض يعني يتخذها شعار له، قال له إذا كنت تخشى الحرارة الفرن لا تشتغل فران أو إذا تخشى اللهب لا تعمل فرانة. نعم صحيح. فهذا المجال يعني عرضه له أنت أنك تشتم يعني يوم من الأيام أنا كان في واحد صحيح. يقول لي ندور على أسماء خواتك بناء على رأي يعني نعم. ولا أنا عارف شنو القيمة في أنك حطيت اسم خواتي يعني حطيتها بتويتر ولا حطيتها نعم على مدخل المنطقة. نعم اتضحت الفكرة بدر فرحان المغرد. شكرا جزيلا لك ونضم صوتنا إلى صوتك ونقول عد يا أبو عسم إلى تويتر سالما. عموما إحنا كما عودناكم دائما نختم ببعض الأبيات اللي اخترناها لكم، لكن أعتقد أن جايتنا أبيات على الهواء الآن يعني بخصوص أيضا موضوعها.